لماذا توقفت هنا يا كسيلة؟ هنا الذهب هنا. الجبل. نعم. هناك. خفف ملابسك. خفف ملابسك حتى تطلع على الصوت. توقف. شيئا لي، ولكنك فعلتها لنفسك التي لا تشبع. لقد عدتني يا كسيلة، فأين الوفاء والعهد؟ إن من طبيعته الغد لا ينتظر الوفاء. أتخونني يا كسيلة؟ أتخونني؟ ليس الخائن من يخدع عدوه، ولكن الخائن من يخون قومه. أجاد حسان التقدير وأحسن الرأي. عبرنا مناطق زواوة دون أن نفقد رجلا واحدا من رجالنا. ما نقص منا غير ثاقب وكسيلة. ما كانوا منا، وما كان ذهابهم عنا إلا قوة لنا. كم شغلني وجود الخائن بيننا، وكم دعوت الله أن يكشف أمره. ما تصورت يا عقبة أنه ثاقب، لولا أن حارس كسيلة حكى ما حدث ما صدقت ذلك. أعمى الله بصيرتنا، لو أعملنا عقولنا لعرفنا أمره من البداية. كان كثير الحديث عن الخيانة، والإناء ينضح بما فيه، وكان كثير التعريض بغياث ليبعد الشبهات عنه. أحمد الله أني لم أطاوعه، أخذا بقوله تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عقبة، الرجال يسألون كم يطول بقاؤنا حتى يضعوا أحمالهم. نبقى بقدر ما تأخذ الدواب راحتها وتأخذ كفايتها من الطعام والشراب.
ألا نبيت الليلة هنا ثم نرحل عند الفجر؟ لا، بل يطلع علينا الفجر ونحن في تهرت. مهرا، اخرج للرجال. يا عقبة، عقبة، ما بك يا أبا المهاجر؟ أراك تنشغل بما هو أمامك وتهمل ما وراءك. عدت مرة أخرى للحديث عن القبائل التي لا تدخل الإسلام إلا دفعا للأذى وظنا بالجزية. لا، سئمت حديثا لا جدوى منه، إنما جئت لأحذرك من كسيلة بعد هروبه. كسيلة، كسيلة، ما هذا الكسيلة؟ هو سيد قومه من البرانس، وإياك أن تستهين به. اطمئن يا أبا المهاجر، ما عاد يستطيع أن يفعل شيء. في قلبه حقد أسود، وفي علمه الكثير عن أحوالنا وجوانب الضعف والقوة فينا. عقبة الذي يخشاه عشرات الآلاف يهاب من رجل واحد. ألا هل بلغت؟ اللهم فشهد. أبا المهاجر، لا تشغلنا بتوافه الأمور. مهران، أخرج للرجال، أبلغهم أننا سنتحرك عند المغيب قبل أن يركنوا للراحة والدعاء. أرادتني أمي أن أدخل في الإسلام، وأريد لك أن تشاركني الخير. لا، ليس الآن يا أوتار. ما يمنعك؟ كما شدت بالعرب وأفعالهم، وأعجبك خلقهم عندما كنت تعالج عندهم. أنا ما عدت أشعر لهم بالعداء، ولكني لا أعتنق دينهم. لما؟ لو عرفت هذا الدين ما ترددت في الإيمان به لحظة. إنه دين يدعو إلى الله الواحد الأحد، ما من فضيلة إلا ويطلبها، وما من رذيلة إلا وينهى عنها. ليس الأمر بيدي يا أوتار، أبي رابو قائد الروم، وأمي سيدة الصحراء وكاهنة ديونيس، كيف أدخل دين أعدائنا؟ أبوك وأمك لن يغني عنك من الله شيئا، بعدما نموت سوف نحاسب على أفعالنا. كيموس، أخاف عليك عذاب الله. كيف أكفر بإله الآباء والأجداد؟ إله؟ أي إله هذا؟ أتصدق أن هذا التمثال العاجز الذي رأيتهم يحركونه بعينيك إله يستحق العبادة؟ كم حدثتني عما يساورك من شكوك، فما الذي حدث الآن؟ كيموس، الإله الحق، إله يتصف بالكمال، لا يماثله شيء ولا يتمثل في شيء. لن تسكت الكاهنة لو تخليت عن عبادة ديونيس، سوف تأخذني بأبشع الانتقام. بوسعك أن تتركها وتأتي معي إلى وادي الشجر لتصحبنا رقية إلى ديار المسلمين في القيروان، وهناك نتزوج يا كيموس، نتزوج على دين الله. نتزوج؟ وماذا تقول القبائل بعدما يشيع هروبي؟ كيف يكون حال أوروبا ونبن زعيمتها؟ وبالطبع سوف تخرج السيادة منا إلى البرانس. لا، لست أنا من يغزل قومي، بل السيادة للإسلام في المغرب كله، طال الوقت أو قصر. كيموس، كيموس، لا تجعل الدنيا تأخذك عن الآخرة. أوتار، دعي لي بعض الوقت كي أتدبر الأمر، ولنتجنب اللقاء هذه الأيام، أخشى أن يكون هناك من يراقبنا. لك ما تريد، ولكني أعلم أنك ستغلب في النهاية العقل والحكم، لذلك سوف أنتظر ضحى الأحد عند أول الطريق إلى وادي الشجر لنبدأ معا مسيرتنا نحو الصلاح والهداية. قبائل زواوة وانطلق إلى المغرب الأقصى، أكان غياث لا يعرف أم أنه أخفى ما كان يعرف؟ انتظروا، انتظروا، فلنستمع لحسان، إما أن يقنعنا بما يقول أو تقطع رأسه كما تفعلون بالغرباء.
أيامكم إن هي إلا أيام حتى نصل إلى نهاية المغرب عند بحر الظلمات. هيا تقدموا. الله أكبر. الله أكبر. كيف حالك ميسرة؟ بخير يا أبي. لقد أعدت لك مرة طعاما شهيا. أريد أن أحدثك بشيء يا أبي، ولكني تكلم يا بني. كم أحب مرة يا أبي، وما يمنعك الزواج منها؟ نتعجل الصقر من عقبة حتى نتيقن من النص. دعوني أذهب إلى الكاهنة أدبر الأمر. ما كان العرب يبلغون ما بلغوا لولاك يا كسيلة. حالفتهم وهادنتهم وما أخذت برأيي في محاربتهم. ما جئنا نتحدث عن مكان، وإنما لنبحث ما يكون. ما عاد في المغرب غير البرانس وأوربة للدفاع عنه، فبقية جنود الروم على طول الساحل ما إن يروا عقبة حتى يفروا هربا. كيف اخترق عقبة مناطق زواوة؟ كيف أفلت منهم وواصل مسيرته؟ ربما غافلهم في ليلة مظلمة، ولكنه لن يفلت منهم في طريق عودته. علينا الاعتماد على أنفسنا، فلا يجب أن نضع الأمل في غيرنا. أريد 20,000 رجل من أوروبا ومثلهم من البرانس، أخرج بهم لملاقاة عقبة بعد أن أرتب موعد اللقاء. رجال أوروبا لا ينقضون للبرانس، وإنما القيادة لنا. أنا أعرف بالعرب وأقدر على هزيمتهم، فقد عايشتهم وأدركت وسائل قتالهم، فأنا أريد أن أضمن النصر لنا. وماذا بعد النصر؟ تضع نفسك سيدا على المغرب، أليس كذلك؟ أنا لست غافلة عن أطماعك يا كسيلة. ليس هذا وقت الخلاف يا كاهنة، الخطر يتهدد قبائل المغرب كله. رجالي لا يحاربون ليسود البرانس. هذه الفرقة هي التي مكنت الروم منا ومن بعدهم العرب. أوروبا لا تخضع لأحد، يتساوى العرب والروم والبرانس. إذا أردتم التحالف بيننا فلتكن القيادة لي. لو ارتضى رجالك بقيادتك فلن يرضى رجالي بأن تكون القيادة لامرأة. لا تتعلل يا كسيلة، إذا كان الأمر كما تقول فلتكن القيادة لولدي كاموس. كاموس فتى في مقتبل العمر، لن يرضى به مشايخ القبائل قائدا لهم. اذا لا جدوى من التحالف بيننا، ساحارب العرب وحدي. لتعرف الصحراء كلها مقدرة الكاهنة وبطشها. انتظري يا كاهنة، انتظري، فعندي رأي يوفق بينكما. فليكن كسيلة قائدا على البرانس، وليكن كاموس قائدا على أوروبا، وليتم الاتفاق بينهما في مواجهة العرب. أنا يا أمي أقود 20,000 مقاتل لأحارب عقبة، وتجيء برأسه تقدمها لديونيس ليتم زواجك على أوتار. ولكني أنا. أما كنت تطلب وتتمنى القيادة؟ جاءتك القيادة وستواجه عقبة هذه المرة، والنصر معقود لك. أمه، ربما كان هناك من هو أقدر مني على القيادة. ما هذا التخاذل الذي أصابك؟ حسبتك تثأر لنفسك ولأبيك، أما زلت تخاف عقبة؟ أنا لا أخاف، ولكني ف...
فلتترك القيادة لكسيلة وحده، يحقق النصر ويسود الصحراء، ولتذهب أوروبا إلى المغارات والكهوف تأكلها السباع والضباع. يا أمي ليس الأمر كذلك. ما الذي بداخلك؟ ما الذي يجعلك تتردد في قيادة الجيش؟ أتشعر بالتعاطف مع العرب بعد أن أصلحوا ذراعك وهم الذين كسروها؟ أفصح لي عما بداخلك، تكلم. يا ديونيس خلصه من شكوكه وثبت في قلبه الإيمان بك والدفاع عنه. ثبت في قلبه الإيمان بك والدفاع عنه. ثبت في قلبه الإيمان بك والدفاع عنه. أين أنت يا كيموس؟ لما تأخرت؟ كدت أفقد الأمل في حضورك. أين دباتك ومتاعك؟ أنا لن أذهب معك إلى وادي الشجر، سأبقى هنا. سوف أقود قبائل أوروبا في مواجهة العرب. تحارب العرب؟ بعد أن قررت أنك لا تحمل لهم العداء؟ ما الذي بدلك؟ البرانس يطمعون في الصحراء ولن أتركها لهم. أختار أنا ابن الكاهنة داهية وقائد الروم. لا، لن أخذل قبائل أوروبا. ما من شيء يعوضك عن الإسلام، كل ما تراه متاع زائل. ماذا تقول لربك غدا؟ لا تضيعي وقتك يا أوتار، فلن أدخل الإسلام وإن اقتنعت به، ولكني لا أمنعك عنه، ولن أفشي سرك للكاهنة أو حتى غيرها. هيا اذهبي حيث تريدين. نسيت يا كيموس، نسيت ما كان بيننا، نسيت ما تعهدنا عليه. يا أوتار، إنما أحارب عقبة حتى يأذن دينيس بزواجنا، وبعدها أذهب إليك حيث تقومين. أو ترضى الكاهنة زواجنا بعدما هربت من خدمة المعبد؟ عندما أحقق النصر سوف أطلب الصفحة لك من الكاهنة ومن دينيس. دينيس؟ أو ما زلت تؤمن بدينيس؟ ما يهمك من أمري، دعيني وشأني. أوتار، أنا لا أقصد، بعدما نتزوج يبقى كل منا على ديني. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم، إما أن تدخل في الإسلام أو ينتهي كل ما بيننا. كيف تهون عليك أيامنا وأحلامنا؟ ما تصورت أن يجيء يوم أفقدك فيه وتفقدني. لما لا تعاود النظر فيما نويته؟ هذا ما يجب عليك أنت يا أوتار. ماذا لو أخرت دخولك الإسلام حتى تتغير الأحوال؟ كان الإسلام في قلبي منذ طفولتي، وتأخرت كثيرا في الإيمان به. والله ما أنتظر لحظة واحدة بعد ذلك، ولا يعطلني شيء عنه. إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وعلى عهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. اللهم اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما الذي جاء بك في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ وكيف دخلتِ؟
ما الذي تفعلينه؟ ما الذي كنت تقولينه؟ لا شيء. ألست على عبادة ديونيس؟ بلى، ولكنك كنت ترددين عبارات المسلمين. أتظاهر بالإسلام حتى يطمئن المسلمون الذين يترددون على الدار. أريد أن أنقل أخبارهم إلى الكاهنة. لا، ليس التظاهر في خلوة في جوف الليل، ولا التظاهر بهذا الصدق والإخلاص في الدعاء. أنت على الإسلام يا أم غياث. إذن لماذا تدعين أنك عدت إلى عبادة ديونيس؟ الله يعلم ما في الصدور. ما أجبت على سؤالي، لماذا تظهرين الكفر بينما الإسلام في قلبك؟ صارحيني يا أم غياث، صارحيني. إنني على الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله فيك يا ابنتي. أرادت الكاهنة أن تردني عن الإسلام بسحرها، فنصحني غياث أن أتظاهر بالاستجابة لها. هذه هي حقيقة الأمر. غياث مثلك هو الآخر، ولكنه ينقل أخبار المسلمين إلى الكاهنة. أرادت أن تمكر به فمكر بها. أوتار، إياك أن يشيع أمر كهذا، سيكون الموت هو أهون العقاب الذي ينزل بي وبولدي. لقد تركت الكاهنة ولن أعود لها مرة أخرى. سوف أذهب إلى القيروان مع عمتي رقية. لا تقولي أنها سافرت، لقد وعدت بانتظاري. هي في انتظارك. ما أفزعني هو أن تتركاني وحدي. ليس وحده من يكون في معية الله يا أم غياث. هيا أوتار، هيا لنرحل. أخشى أن ترسل الكاهنة من يعيدك إليها. هيا يا بنيتي. بدأت أمك الطريقة إلى الإسلام، وكم سألتني عنك حتى دخل الإيمان قلبها، وما فارقها حتى قابلت ربها. أرجو أن أكون مثلها، وأسأل الله أن يعطيني عزمها وصبرها. لقد بلغت الأمان، وما عادت الكاهنة تستطيع الوصول إليها. ليست الكاهنة ما تشغلني يا عمتي، ليست الكاهنة. من غيرها؟ كامس؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله. لا تبكي أوتار، واسألي الله أن يعوضك خيرا منه. لست أبكي فراقه، وإنما إشفاقا علي. كم وددت لو خرج من الشرك ودخل في الإسلام. كم دعوت الله أن يشرح قلبه به، كان قريبا منه جدا، حتى ظننت أنه يسبقني إليه. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام عمي أبي طالب، وكم حاول معه، ولكن الله سبحانه وتعالى خاطبه قائلا: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول لا يهدي من يحب، فكيف أنا؟ سيبقى كيموس على كفره، وسيلقى في الآخرة ما ينتظره من عذاب. وما أدراك يا أوتار، كان أبو العاص زوجا لزينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبها وهي تحبه، ولكنه بقي على كفره، ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم انشرح قلبه للإسلام ودخل فيه وعاد إلى زوجته. ما أظن كيموس يفعل مثله. خذي نفسك بشيء من التقوى
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ربما تزوجك من هو خير منه. لا أتصور رجلا يأخذ مكانه في قلبي. خففي عنك يا أوتار، لقد اخترت ما لا تندمين عليه. لست نادمة يا عمتي، لست نادمة، لا أندم على الإسلام. عسى أن يعوضني الله في الآخرة ما ضاع مني من متاع الدنيا. علمني طارق كيف أرمي السهم على زر الفرس فسبقته. ما سبقتني، لقد أصبت الهدف وطاش سهمه. قد تكون صدفة عارضة. هيا عود السباق مرة أخرى لنرى من يفوز. سارة والدك يتفوق في الرمي على أبناء زواوة. هذا بفضلك يا مرة. بل الفضل لله. انتظري، أريد أن أحدثك. لا يليق أن يخلو رجل بامرأة في مكان كهذا، أليس ذلك حكم الإسلام؟ صرت تعرفين الكثير عن الإسلام وتتحمسين له. طبيعتي عنيدة، لا يسهل إقناعي، ولكنني إذا اقتنعت بشيء التزمت به. بارك الله فيك يا مرة، بارك الله فيك. انتظري، أنا الذي أترك المكان، أريد مقابلة أبيك، فعندي ما أحدثه فيه بشأنك. أنا لا أعارض زواجك من مرة، وأظنها لا تعترض، ولكني أطلب التمهل. الزواج شريعة الله وليس كالإسلام ما ينظم هذه العلاقة. الإسلام يكفل حقوق الرجل والمرأة معا. ما لهذا طلبت التمهل؟ ولكنك تعلم جيدا ما حدث في زواوة منذ جئت معنا. لقد صادفنا توفيق ما كنت أنتظره. أشعر أن الكثيرين يرتاحون للإسلام، الرجال والنساء وحتى الصبية. ولكن الكثيرين منهم أيضا يتهيبون الأخذ به والالتزام بأحكامه. اعتادوا الانطلاق من القيود، لا يحكمهم غير النزاعات والشهوات. لا تبالي بهؤلاء المكابرين، لن يطول الوقت حتى يقتنعوا كما اقتنع غيرهم. كلهم يدركوا أن المصلحة في الإسلام وأن الحق معه. كانوا يعيشون في ظلام دامس، فجاءهم نور ساطع سوف تعتاده أعينهم وترتاح له. أنا لا أخالفك، ولكني أخاف مزيدا من الإثارة والمعارضة. سوف يقولون أما كفاه جاء بالغريب يقيم بيننا حتى يزوجه ابنته. الرأي ما تراه يا أبا مرة. مرة لك يا حسان، ولكن أريد أن تمهلني الوقت حتى أحدد موعد الزواج. المشهد يا الله عليك، أشهدك بحق الدين عليك. لو أعرف أرضا بعد البحر لكم الله أكبر. هذه نهاية الأمر.
اللهم فاشهد. ما من بقعة في المغرب كله إلا وارتفعت فيها بارق التوحيد وترددت بين جنباتها تكبيرات الإسلام. اللهم فاشهد. لو نرى هذا البحر أرضا لخط إليها البحر لنشر دينك وإعلاء كلمة الحق. اللهم فاشهد. اللهم فاشهد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. يا رجال حطوا رحالكم واضربوا خيامكم واحتفلوا الليلة ما شاء لكم بنصر الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رجال لا يتجاوز العشرات رغم ما خضنا من معارك. كانوا يفرون رعبا اول ما تظهر طلائعنا. ولقد صدق الله وعده حين قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله. ولكن اين عقبة؟ انني لا اراه. سبحان الله ولا إله إلا الله. نحن نحتفل بالانتصار وصاحب الانتصار غائب. ها ربما آثر الراحة في خيمته بعد عناء الجهاد الطويل. سأذهب للاطمئنان عليه. اللهم لا تأخذني باختا من ذنبي. اللهم بك يا حبيبك المصطفى ارزقني الشهادة وبها أعزني. هل أدلجت في وعد لباطل فتردني؟ أم جاوزت حدا من حدودك فتصدني؟ ربي إني فزعت إليك من دنيا تكين وهرعت نحو رحابك القدسي بالخير الطريد وبكل أحلام السلام وكل أمال العدالة. إني لجأت إليك هذا الحول والجبروت يا رب الجلالة. أنعم علي بفيض نور بصيرتك لأرى الطريق إلى النجاة. أنعم علي برحمتك ليظل قلبي قلعة للحب لا تتسلق الأحقاد فوق جدارها أو يتسلل الشنآن من أبوابها أو تضرب الأطماع في أسوارها. كان بي مطمع للملك والمجد المؤثر. كان بي رغبة في أن أكون أمير المؤمنين. كنت مفتونا بأعراض الحياة ولا أحس. كان بي شهوة للملك لكن لا تبين. قد خلطت كوساوس الشيطان عقلي فالتبس. إن كان بي زهو خفي لابس زهد التقى
كان بي هذا الفتون فاسكب على قلبي شعاعا من جلال حقيقتك لأرى اليقين، لأرى الحقيقة والخديعة في الذي هو كائن حولي وفيما قد يكون. من جلال حقيقتك اسكب على قلبي شعاعا.